خلينا نتكلم عن النادي الأهلي وارتباطات النادي الأهلي خلال الفترة القادمة يعني. طبعا أهم حاجة وأول الارتباطات المهمة لقاء سيمبا التنزاني في افتتاح أول دوري سوبر للكرة الأفريقية، إن شاء الله هيكون في دار السلام في تنزانيا، هيبقى يوم الجمعة. طبعا مهم جدا بالنسبة للنادي الأهلي، عينه على اللقب بإذن الله، وهو ضمن مجموعة من أفضل الفرق الأفريقية المشاركة التي تم اختيارها بناء على معايير وبناء على دراسة من الاتحاد الأفريقي، وكان من الطبيعي أن يتصدر المشاركين نادي الأهلي. صحيح. باعتبار أنه هو يمكن صاحب الأفضلية على المستوى الأفريقي في السنوات الطويلة الماضية. من المؤكد أن النادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر بيستعد تماما وبشكل قوي لهذه المباراة، اللي هي يرجو من خلالها أن تكون بداية موفقة في دور ربع النهائي، اللي هو يترتب عليه صعود النادي الأهلي بإذن الله إلى الدور قبل النهائي ثم الدور النهائي. وللعلم طبعا أو الناس عارفة أن هذه البطولة تقام من 20 أكتوبر إلى 11 نوفمبر. صحيح. وتحسم نهائيا بإعلان بطل هذه البطولة. تمام. فنتمنى بإذن الله النادي الأهلي ولاعيبة النادي الأهلي عودونا هم دايما على أن هم رجالة وأن هم بيلعبوا على الألقاب، ونتمنى لهم الفوز بإذن الله.